لونا الشبل بغيبوبة بالعناية المشددة وبحاجة لمعجزة للنجاة. وراء هالخبر هذا في كتير تفاصيل خطيرة ومهمة واتهامات بالتخابر وقرارات إبعاد وتحييد وحادث سير مدبر. فشو عم بصير بالعاصمة السورية دمشق؟ المستشارة الإعلامية لبشار الأسد اللي كنا نقول عنها مدللة ومن دون سابق إنذار بتتعرض لحادث مشكوك بأمره على طريق يعفور بريف دمشق، وكمان أخوها العميد ملهم الشبل مغيب من أسبوع عن مخابرات النظام بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. حادث لونا الشبل كان مدبر مثل ما قالت مصادر لتلفزيون سوريا، واللي صار إنه سيارة مصفحة ومزودة بدعامة حديدية بمقدمتها دفعتها باتجاه المنصف، وكانت الإصابة قوية لدرجة إنها تعرضت لنزيف دماغي حاد نقلت بسببه لمشفى الشامي. وكشفت مصادر مطلعة من دمشق إنه زوج لونا الشبل عمار ساعاتي، ويلي هو الرئيس السابق للاتحاد الوطني لطلبة سوريا والعضو السابق بمجلس الشعب التابع للنظام، منعوه من دخول المشفى ورؤيتها، ومنع أيضا من نقلها لبيروت مع تأكيد أطباء إجوا من لبنان للإشراف على حالتها، وقالوا إنه إصابة لونا جدا خطيرة وهي بحالة غيبوبة. وطبعاً في سلسلة طويلة من الأحداث اللي صارت تتقاطع مع مصادر تلفزيون سوريا اللي أكدت إنه هالحادثة شكلها مدبرة. ومن أبرز هاي الأحداث اعتقال مخابرات النظام لشقيقها العميد ملهم الشبل قبل أسبوع واحد بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، وهون المقصود إسرائيل وأمريكا. هلأ في مؤشرات بتوحي إنه دور لونا الشبل انتهى، منها استبعاد بشار اسمها من قائمة اللجنة المركزية لحزب البعث مع شخصيات تانية منهم مستشارته بثينة شعبان ونائبه للشؤون الأمنية علي مملوك خلال الاجتماع الموسع للجنة المركزية واللي حضروا الأسد وعين الأعضاء بنفسه بأيار الماضي. وبخصوص موضوع التحييد والإبعاد، قالت مصادر محلية إنه لونا الشبل وزوجها عمار ساعاتي بيملكوا منتجع بمدينة سوتشي الروسية، وكانت في نية ليسافر زوجها لروسيا وتلحقوا لونا، بس مخابرات النظام وقفت معاملة سفره وتم إبلاغه بأنه ممنوع من السفر خلال هاي الفترة رغم كل مسيرته بخدمة نظام الأسد، واللي كان من أبرزها تشكيل كتائب البعث بعام 2012 وتجنيد شبان وطلاب سوريين فيها. وما مننسى أبداً الدور الكبير يلي لعبته لونا الشبل اللي رافقت بشار الأسد بكل ظهور إعلامي، وكان عندها صلاحيات واسعة لدرجة أن أطلق عليها لقب السيدة الثانية، وبسبب ولائها أدرج اسمها بالعقوبات الأمريكية والبريطانية. فشو خلفيات تغييبها عن المشهد يا ترى؟ وهل ممكن تكون لونا الشبل وزوجها وأخوها متورطين بأمور أكبر من هيك؟